سلام الله عليكم متابعينا. القبر هو المكان الذي يحوي الإنسان بعد موته إلى يوم القيامة، فالقبر إما أن يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. فمن كانت أعماله صالحة في الدنيا سيعيش برحمة الله في نعيم في القبر، وأما من كانت أعماله غير صالحة فسوف يعذب في قبره حتى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فإن ما بعده أشد. فمن هم الخمسة الذين ينجيهم الله من عذاب القبر؟ تابعوا معنا لنتعرف عليهم، وأسأل الله لي ولكم أن نكون منهم. هيا بنا لنبدأ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذا مات ابن آدم عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. وهناك خمسة أشخاص لن يعذبهم الله عز وجل في قبورهم، بل هم آمنون إلى قيام الساعة. الأول هو من داوم على قراءة سورة الملك كل يوم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضرب أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خباؤه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي تبارك الذي بيده الملك. والثاني من مات مبطونا، أي مات بسبب داء أو مرض في بطنه، فقد ورد عن أحمد والترمذي وابن حبان رضي الله عنهم ورحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الثالث من مات مرابطا في سبيل الله، ورباطه أن يقيم في الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام فيحميهم ويعد نفسه للدفاع عن دينه والمسلمين. وكل مسلم في المكان الذي يعمل فيه مرابطا في سبيل الله يجب عليه أن يتقن عمله. فعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي. الرابع الشهيد في سبيل الله عز وجل. قال رجلا: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله عز وجل ستة خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين،
ويشفع في 70 من أقاربه. طاعة الله وفعل الصالحات، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقات والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيؤمن في قبره. فهنا يؤمن في قبره صاحب الأعمال الصالحة، فهي تذب عنه كل خطر وكل خوف يأتيه في قبره لما فيه من صالح عمله. وممن ينجون أيضا من عذاب القبر برحمة الله عز وجل من يموت يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربي برحمتك حفرة من حفر النيران. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا جميلا إليك، ومردا جميلا إليك، ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. نتشرف بدعوتكم لزيارة قناتنا الثانية كنوز، وهي قناة دينية تجيبكم على أي سؤال ديني يخطر على عقولكم. ندعوكم مشاهدينا لدعمها والاشتراك فيها، الرابط تجدونه أسفل الفيديو وفي التعليق المثبت.